بونجور تاسع، أنا بالمنهاج الحديث يونيتي 4 وحدة الرابعة باج 80 صفحة 80. أنا بتدريبات القواعد عم نعمل مراجعة. هذا الدرس مهم لأنه عم يحكي عن الكمبلمون دوبجي انديريكت، المفعول به الغير مباشر. نحن بنعرف أنه المفعول به المباشر عنا بالعربي مفعول به أكل الولد التفاحة. التفاحة ماذا أكل؟ التفاحة. بس أجاوب على ماذا بيجيني جواب مفعول به مباشر، بسميه رمزه سي او دي، يعني كومبليمون دوبجي ديريكت، مفعول به مباشر، يعني المفعول به هو اسم موجود جنب الفعل مباشرة. ديريكت يعني مباشرة. أما كمان بسأل بمن أنا أرى فؤاد، جوفوا كي من أرى فؤاد، كمان فؤاد هو كومبليمون دوبجي ديريكت. إذا بندل بعرف المفعول به المباشر لما بسأل كي للأشخاص وكوا للأشياء، من وماذا، من وماذا، بس أسأل هدول يجيني جواب يكون كومبليمون دوبجي ديريكت. هلا الكومبليمون دوبجي انديريكت سميناه غير مباشر لأنه مو المفعول به جنب الفعل مباشرة، وإنما في يفصل بينه وبين الفعل حرف جر، إما أ وإما دو. هدول أحرف جر، هن أحرف جر للأفعال اللي بتاخد مفعول به غير مباشر. كيف بعرفهم؟ لما بسأل أكي لمن أو أكوا ماذا، مثل هدوليك، أو دوكي عن من، دوكوا عن ماذا. لما بيجيني الجواب بعرف أنه هذا كومبليمون أوبجي انديريكت، مفعول به غير مباشر. خلينا نشوف الدرس. نحن طبعا مشروح الدرس، بس أنا هلا عم بعمل مراجعة. اقرأ الحوار وحلل الجمل وأكمل الجدول. Tu prends ton petit déjeuner، هل تناولت فطورك؟ Non je fais ma toilette، كلا أنا عم بأخذ حمامي، يعني عم برتب حالي، أنا أرتب نفسي. أرتب ماذا؟ Je fais quoi ما تواليت. هذا في حرف جر بعد هذا فاعل، فعل كومبليمون دوبجي ديريكت ولا انديريكت؟ ديريكت. ليش؟ لانه ما في هون حرف جر. جو في كوا ما تواليت. كو في، اذن هذا سي او دي، مفعول به مباشر. كو في سامي، شو عم يعمل سامي؟ ال هي سوجي، هو سوكيب يهتم فعل ب أخيه الصغير، يهتم بأخيه الصغير. هذا يهتم بي، بماذا هي تفعل ماذا، أنا أفعل ماذا هي بماذا، بي هي بي، بماذا بأخي الصغير. دخل حرف جر دو بين الفعل وبين المفعول به، صار اسمه سي أو إي، مفعول به غير مباشر. ليش غير مباشر؟ لأنه بينه وبين الفعل دخل عزول، هو حرف الجر دو، اهتم بي. انا هون بقى بحفظ انه سوكيبي دو، اهتم بي، بياخد كومبليمون دوبجي انديريكت، بينما فير كلكو شوز بياخد مفعول به مباشر. فير بياخد مباشر، سوكيبي غير مباشر. تو فوا فؤاد، انت شايف فؤاد. تو فوا، حتى هاد تو برون، ماذا تتناول؟ هل تتناول فطورك؟ تناول ماذا فطورك؟ كمان هي كومبليمون اوبجي ديريكت، لانه هذا المفعول به كل فطورك، هي صحيح ثلاث كلمات بس هي فطورك مفعول به مباشر. تو فوا فؤاد، انت شايف فؤاد، هي انت شايف الفعل فؤاد، كومبليمون اوبجي ديريكت مو انديريكت. ليش؟ لانه ما في بين فؤاد والفعل حرف جر. تو فوا كي، انت مين شايف فؤاد؟ نو لا ماني شايفه، مي جو تليفون ارامي، راح اتصل برامي بور سافوار، لحتى اعرف دو سي نوفيل، اخباره، لحتى اعرف عن اخباره. نو جو سوجي فاعل، تليفون فعل، تليفون انا اتصل رامي ولا برامي، بي برامي، كمان هي بي، ممكن بي تجي ا ممكن دو، هاي رامي صارت كومبليمون اوبجي
انديريكت، مفعول به غير مباشر. ليش؟ لانه تليفوني ا بروندغ كلك شوز مباشر، فير كلك شوز مباشر، سوكوبي دو كلك شوز غير مباشر، فوار كلكان او كلك شوز مباشر، تليفوني ا كلكان غير مباشر. Pour savoir de ces nouvelles, les marifet, akhbaru. Savoir de quoi, de ces nouvelles. Ma ba'a zahi maskoura d'oumne l'afa'al, bas siye, lazim t'koun savoir manhatina, bas anam ba'al koun alayhi, yye, complément d'objet, indirect, l'annou, de quelque chose. وبتجي سافوار كلك شوز و دو كلك شوز، اعرف عن اخباره، اسمع يعني عن اخباره، فبتاخذ هي الاثنين بجوز مشان هي ما حطوا لي تدريبات عشان ما تتخربطوا فيهم. اكوا بونس تو، بماذا تفكر؟ جو بونس هذا الفاعل، بونس فعل، افكر بي بي بايش؟ بعطلتي. هي عطلتي، افكر بماذا بعطلتي. في حرف جر فرق بين الفعل والمفعول، إذا هذا complement d'objet indirect. Tu te souviens, إذا pensé à. Tu te souviens, هل تذكر, du dernier week-end, آخر عطلة. Tu, هل تذكر, de, هي أصلا de, le, يعني de le dernier week-end. Tu te souviens, tu, فاعل. Te souviens, verbe. Du dernier week-end, هي كلها مع بعضها، العطلة الأخيرة هي complement d'objet indirect. طبعا الدرنيه هي الصفة وهي هي الاسم المفعول به المباشر، هي صفة له. وي سيتي سوبر، نعم كانت رحلة عطلة رائعة. كيست تيا، شباك، شو فيك؟ مون امي بارل، صديقتي تتحدث. توجور، دايما. دو سي فيتمون، عن لبسه. سي تونيو، هذا شيء بملل. مون امي بارل دو، تتحدث عن، هاي ماشيها، هادي ظرف. مون امي بارل، هاي مون امي سوجي فاعل، بارل الفعل، تتحدث دو كوا لو سي فيتمون، عن لبسه، كومبليمون دوبجي انديريكت. عرفناهم؟ اذا المفعول به المباشر بيجي مباشرة بعد الفعل، وما في حرف جر، والانديريكت هو بيجي بيناتهم ا او دو، وبحفظ الافعال لانه نفسهم راح يجيني. هلا حتي لي هون حط جو البريبوزيسيون، إذا كان في شو هو حرف الجر، وإذا ما في حطه قول هو ديريكت ولا انديريكت. هوني بخون، أنا أتناول، أنت تتناول، تون بيتي ديجوني، ما في حرف جر، هي كومبليمون دوبجي ديريكت. تو في، فعل فير، تانية. جو في ما تواليت، ما في حرف جر، هون. Je fais ma toilette. Hey, complément d'objet direct. S'occupe de. Yahtam oubi, hey, complément d'objet indirect. Je vois, tu vois, Mikan Sharif. Tu vois. Fouad. Zama fi harjar, honi. Fouad. Complément d'objet direct. Téléphone A. Tassalabi. Bimin tassal. تليفوني أرامي، هون رامي، كومبليمون دوبجي انديريكت. بونس، فكر. أمي فاكانس، أفكر بي عطلتي. جو بونس أ مي فاكانس، أفكر في عطلتي. Complément d'objet indirect, chaifin, a ou de, te souviens, tu te souviens, tu te souviens, tu te souviens du dernier week-end, un week-end, indirect, parle, t'as hadassa, mon ami parle toujours, ça dit quand il t'as hadassa, de ses vêtements, de, سي ملابسها، وهي كومبليمون دوبجي انديريكت. شايفين لما بيكون ما في حرف جر بيكون كومبليمون دوبجي ديريكت، اذا كان في حرف جر بيكون كومبليمون دوبجي انديريكت.
Réponds aux questions suivantes. Quel verbe en journal أفعال اللي أخذوا كومبليمون دوبجي ديريكت بروندر أخذ كيلكو شوز تناول فير كيلكو شوز فعل شيئا فوار كيلكو شوز أو كيلكان رأى شيئا هدول بياخذوا دائما مفعول به مباشر أما تاخذ غير مباشر سوكيبي دو اهتم بي تليفوني أ اتصل بي بونسي أ فكر بي سو سوفونير دو تذكر شيئا بس طبعا بالعربي نقول تذكر شيئا هي بتاخذ مباشر بس هون سو سوفونير دو بارلي دو تحدث عنها دو بيغ دو كومبليمون دوبجي انديريكت بوركوا il y a cette différence ليش في فارق باسكو لي كومبليمون باسكو لان المفعول به ne vient pas ما اجى مباشرة après les verbes بعد الفعل شو اجى اجى حرف جر ا او دو بيناتهم Complète avec les mots suivants, akmel bil kalimat التالي. Le complément d'objet indirect est un complément huwa maf'oul fa'l et il fait partie du verbe du groupe ou bi'amel. Yushakkil juz'an huwa juz' min al-fa'l, al-maf'oul huwa juz' min al-fa'l wa yushakkil juz' min al-majmou'a al-verbal al-fa'liyya. Il subit يعني يقع الفعل الفاعل عليه على المفعول بطريقة d'une manière indirecte بطريقة غير مباشرة indirect بالدأ بطريقة غير مباشرة il est constitué يتألف من كلمة أو مجموعة كلمات لما بكون جنب الصفة ما مهم يعني il complète ويكمل un verbe يكمل فعلا متبوعا de la بحرف الجر préposition يتبع حرف الجر أ أو دو ويجيب على الأسئلة التالية أكي أكوا دو كي دو كوا هذه هي قاعدة المفعول به هلا حط خط تحت المفعول به غير مباشر محل حرف الجر بتحطه جو بونس أو وفكروا بي يعني أ لي وفكروا بي عطلتي الأخيرة هذا هي المجموعة كلها كومبليمون دوبجي انديريكت في محل مفعول به غير مباشر لا ميغ بريبار ان جاتو الام تحضر جاتو هذا ديريكت ا سي زانفو لاولادها هذا الانديريكت جو مي سوفيان اتذكر دو مي ديرنيير افونتور مغامراتي السابقة الأخيرة غني بارل غني يتحدث عن دو سي بروبليم مشاكله نو زافون تليفوني اتصلنا بي هذول كلهم كومبليمون دوبجي انديريكت هلا هي جروب كومبليمون مجموعه المفعول بس اذا بدي المفعول لحاله هو كلمه يعني كلمه فاكانس كلمه انفان كلمه افانتور كلمه بروبليم كلمه بارون هذا هو الاعراب الحرفي للمفعول به الغير مباشر بس لما بحطه مع حرف الجر ومع قل التعريف ومع الصفات عم باخده كله كمجموعه اعراب مفعول يعني اعراب مجموعه اللي هي مفعول به غير مباشر خلصنا القاعده وكانت معكم مدام ما اوفوار على بروشين فوا